أنا اسمي جمال وعمري 11، أصحى بدري وأقيم أخواني وأشوف أكل من أمس من الصبح وأروح أقربع. اسمي ياسمين وما أعرف كم عمري. كل يوم أروح أسارب ماي وتقلي لي أشيل لوحدي وتعب. اسمي بسام عمري 10، كنت أدرس صف أول لما مرض أبي بطلت. اسمي موجة عمري 12، أني أتحمم بالشارع واستحم لأنه ما بش معانا حمام وهذا الماء نشرب منه. معي 6 أطفال، من يعني مطبخ نطبخ العيالنا أكل. اسمي زغيرة ما أعرفش كم، ما أعرف أكتب اسمي إنني ما درست، حتى بعد ما تزوجت ما درست. أنا أنقص في البيت أساعد أمي في الطبخ. بكر الصبح نفس القصة.